محمد بن عبيد بن راشد الفهيد المري الفائز بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، حقق وفاز وانتصر هذا الشعار في أول أشواط هذه الأمسية. شوطا جديد ينطلق من أشواط الإنتاج، وأخي وزميلي شجاع العتيبي يتواصل معلقا على ثالث الأشواط. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على بركة الله وتوفيقه انطلق شوطنا الثالث للقايا الابكار، وشوط الرئيسي للانتاج اللقايا. ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت الاسماء وانطلقت الشعارات على ارضية هذا الميدان في هذا المساء، مساء الاشواط الرئيسية ومساء تسعيرة هجن الشحانية. وهذه الاسماء الحاضرة والمنطلقة على ارضية هذا الميدان، اتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول فريحة. ماجد بن محمد بن حمد بن حلفان يقدم لنا فريحة على اول الاسماء واول المراكز. المركز الثاني الوصول من الجميلة بشعار حمد بن عمير بن راشد الشهواني، يتقدم مع ثاني الاسماء. ثالث الشعارات من غيرت مع المركز الثاني جماهير، سعد بن نهار بن ناصر النعيمي يقدم لنا جماهير على ثاني الاسماء. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من هوايل أبريك بن صالح بن سعيد الجربوعي المري، من يقدم لنا هوايل على ثالث الأسماء. المركز الرابع هنا سمحة وعامر بن راشد بن سعيد بالراية وشعار العالمي، يقدم لنا سمحة مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من قبل بشرى وسعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، يقدم لنا بشرى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات الحاضرة على أرضية هذا الميدان مع الشوط الرئيسي للإنتاج لسن اللقاية. ها هي الأسماء الكبيرة، ها هي الشعارات الحاضرة بكل قوة. العودة إلى شعار بن حلفان، العودة إلى شعار فريحة سعد، او انطلاقت في هذه اللحظات على اول الاسماء. ماجد بن حلفان يقدم لنا فريحة، ماجد بن محمد بن حمد بن حلفان يتقدم مع اول الاسماء. المركز الثاني جماهير، سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يتقدم مع ثاني الاسماء، مقدما لنا جماهير على ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات. ها هو شعار الامبراطور، وها هي مراسيل، ومرحبا بمراسيل. محمد بن علي بن حمد بن قريع المري يقدم لنا مراسيل على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من هوايل وبريك بن صالح بن سعيد الجربوعي المري، يتقدم مع رابع الاسماء. وخامس التحدي الوصول من بشرى وسعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، ينطلق في هذه اللحظات مقدما لنا بشرى وانطلاقة بشرى. ولكن العودة الى مراسيل، العودة الى مراسيل وشعار الامبراطور وشعار بن قريع على اول الاسماء. محمد بن علي بن حمد بن قريع المري ينطلق مع المركز الاول. المركز الثاني الوصول والقدوم من فريحة، وماجد بن محمد بن حلفان يتقدم الشرس في هذه اللحظة.
انطلقت. وفي هذا الانطلاق وصلت الاسماء، وصلت بشرى بشعار سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي المركز الرابع، الوصول من سمحة حمود بن حميد الغيلاني. ومرحبا، مرحبا برهان، مرحبا برهان وحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي صاحبة العوايد، صاحبة هذا الشوط في السباق الماضي. تنطلق هنا بشعار البريدي مع انطلاقة رهان، ولكن العودة الى مراسيل، مراسيل، مراسيل مع المركز الاول محمد بن علي بن حمد بن قريع المري، ينطلق مع اول الاسماء مقدما لنا مراسيل. رهان مع المركز الثاني، رهان مع ثاني الاسماء، تنطلق بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مقدما لنا رهان. المركز الثالث الوصول من بشرى سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، ينطلق مع بشرى على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من هدادة عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي، يقدم لنا هدادة، وها هو بن قطامي، وها هي هدادة. المركز الخامس افريحة، افريحة، افريحة بشعار ماجد بن محمد بن حلفان، ولكن العودة الى مراسيل، العودة الى رهان، رهان ومراسيل. الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي، رهان، مراسيل، مراسيل، رهان، رهان، مراسيل. بن قريعة وحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، البريدي والامبراطور، الامبراطور والبريدي، مراسيل ورهان. الامتار الاخيرة يا بابا 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 بابا. الله الله الله، ما بين مراسيل، ما بين رهان، رهان، مراسيل. الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للانتاج، للانتاج، مراسيل، مراسيل، الامبراطور، الامبراطور مع مراسيل. رهان البريدي، رهان البريدي، مراسيل ورهان، مراسيل ورهان. الامتار الاخيرة، الامتار الخطيرة، ما بين مراسيل، ما بين رهان، 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 مراسيل، مراسيل، رهان، رهان. الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي، رهان صاحبة العوايد. لا جديد، لا جديد، لا جديد على هذه البطلة. سلام يا رهان، سلام، سلام يا البريدي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. المركز الثاني مراسيل محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. المركز الثالث كانت التماس محمد بن سالم بن محمد المري. المركز الرابع فريحة ماجد بن محمد بن حلفان المري. المركز الخامس كانت منحاف وراشد بن محمد بن مهير المنصوري. تهانينا والناموس لمالك رهان حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. وتكرر الانجاز وهذا التاريخ المشرف 7:41، 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا البريدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مراسيل محمد بن علي بن حمد بن قريع 7:42 بالوفاء والتمام. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث كانت التماس محمد بن سالم بن محمد المري 7:42 98 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا الرابع والزميل محمد بن عايض الاعتيبي.